لو اعمل حاجه مش هطلع واتكلم، ما اعملش حاجه، اتحققوا اتحققوا، شوفوا الدنيا فيها ايه، شوفوها العمل ولا ما عملش، دي روح بني ادم وهتتحاسبوا عليها، اتاكدوا ما فيش في المفروض يلتمس. بعد اشهر من مقتلها، تصرف صادم من صديق نيرة اشرف. موعد نظر طعن فريد الديب لوقف حكم اعدام قاتل نيرة اشرف وفقا للقانون. السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدأ، لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. احنا كده مستنيين التنفيذ عشان احنا كمان هننتحر بامانة. انا عن نفسي ما اقدرش لحظة ان انا اعيش واشوف اخويا كده يعني، او حتى اسمع ان هم هيجوا. بعد اشهر من مقتلها، تصرف صادم من صديق نيرة اشرف. ظهور مفاجئ للممثل محمد شبانة صديق نيرة اشرف قتيلة جامعة المنصورة. حالة كبيرة من الجدل والغموض اثيرت حول الطالبة الجامعية الراحلة وشبانة بعد حادث النحر المفجع امام بوابة تشكيل جامعة المنصورة، وعلى مرأى ومسمع من الطلاب والمرة التي هزت رأي العامة. وعلى الرغم من الصور الكثيرة التي جمعت بين نيرة اشرف ومحمد شبانة في عدة مناسبات قبل الحادث، لأنه لم يخرج أو يعلق على الحادث بشكل صريح حتى الآن، ولم يتحدث عن العلاقة التي ربطته بالطالبة الراحلة. وقام شبانة صديق نيرة اشرف بغلق خصوصية حساباته على السوشيال ميديا وغلق رقم هاتفه بعد الضجة التي أثيرت حول الحادث، لا سيما بعد انتشار صورهما. ظهور صديقة نيرة اشرف قاتلة جامعة المنصورة حالة كبيرة من الجدل حول الفنان الشاب محمد شبانة بعد ظهوره المفاجئ بعد نحو 3 أشهر من مقتل صديقته. ولكن بتتبع حساب محمد شبانة صديق نيرة اشرف عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجد انه حذف كل الصور التي جمعته بصديقته بعد حادث مقتلها المروع امام بوابة تشكيل جامعة المنصورة. موعد نظر طعن فريد الديب لوقف حكم اعدام قاتل نيرة اشرف وفقا للقانون. ينتظر الكثيرون ممن يتابعون قضية مقتل نيرة اشرف موعد نظر الطعن الذي تقدم به المحامي فريد الديب لوقف حكم اعدام محمد عادل قاتل نيرة اشرف امام بوابة جامعة المنصورة في القضية الشهيرة التي وقعت في شهر يونيو الماضي وانتهت بصدور حكم الاعدام في حقه. وكان المحامي فريد الديب قد اعلن عن تقدمه بمذكرة الطعن لمحكمة النقد لوقف الحكم الصادر من محكمة الجينات المنصورة باعدام محمد عادل قاتل نيرة وإعادة المحاكمة وتحديد دائرة أخرى لها، وذلك لبطلان الحكم بحسب ما ذكره المحامي في مذكرة الطعن الذي يعود لمجموعة من الأسباب من بينها إفصاح القاضي عن رأيه قبل النطق بالحكم، إضافة إلى بطلان تشكيل المحكمة المكونة من 4 قضاة إلى جانب مرافعة المحامي ابتدائي أمام محكمة الجنايات. وتقدم محامي محمد عادل مذكرة الطعن إلى محكمة النقد آخر درجات التقاضي والتي يلجأ إليها المتهمون الصادر ضدهم أحكاما في قضايا جنائية مثل محمد عادل قاتل نيرة أشرف إلى محكمة النقد للطعن على الأحكام باعتبارها أعلى محكمة قضائية. فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف. منذ أيام قليلة تقدم المحامي فريد الديب مذكرة الطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف في القضية الشهيرة التي أحدثت ضجة حولها نظرا لبشاعة الجريمة، حيث قام الطالب بذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة بعد فشله في الارتباط بها. وبعد إصدار حكم الإعدام في حق محمد عادل قاتل نيرة أشرف، تولت الأنباء عن تولي فريد الديب الدفاع عن محكوم عليه وتقديم مذكرة الطعن النقد، كما نص القانون على تقديم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، بحيث يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم مرفقا بها أسباب الطعن. هند عاكف عن مقتل نيرة أشرف، اللي بيحب حد بيضحي عشانه مش يقتله. علقت الفنانة هند عاكف على قضية مقتل الطالب نيرة أشرف على يد زميلها في الجامعة بعد رفضها الارتباط به. وقالت هند عاكف في تصريح لأهل مصر: الموضوع بها خبايا كثير جدا، وعن نفسي بقول لا يصح أي بني آدم تحت أي مسمى في الدنيا يتروح مهما عملت فيه ومهما عملت فيك. وتابعت: ربنا سبحانه وتعالى قال القصاص، لكن لما احنا نحارب بعض علشان الدين، لكن مش علشان انا بحبك او بتحبيني او عملت فيك اي حاجة في الدنيا. مهما يكون ما عنديش حاجة تخلي البني ادم يقتل ايا كان، الملابسات ممكن يكون ملابسات جامدة. جريمة هزت مصر كادت تتكرر، شاب هدد فتاة بذبحها مثل نيرة.
خلال الشهرين الماضيين هزت الشارع المصري جريمتان مروعتان عقب ذبح الطالبتين نير أشرف وسلمى بهجت على يد زميلهما في حادثتين منفصلتين بعد رفضهما الزواج منهما. وفيما لا يزال الرأي العام تحت الصدمة، كادت جريمة أخرى تتكرر بنفس السيناريو في القاهرة بعد أن هدد شاب فتاة بذبحها، إلا أن رجال قسم شرطة حدائق القبة بالعاصمة تمكنوا من ضبط الشاب بعد أن تعدى على الفتاة الضحية وهددها بالقتل إثر رفضها الزواج منه. وفي التفاصيل اتصلت فتاة تدعى بسنت مرعوبة بالأمن وأبلغتهم بأن شابا هددها بالقتل، فتحرك رجال الأمن على الفور وألقوا القبض عليه. وذكرت الشابة في استغاثتها لأجهزة الأمن أن بعد رفضها الارتباط بها هددها بفضحها قائلا أنه سيقتل على غرار نيرة وسلمى، كما أضافت: وقتها حاولت أن أفهمه أن كل شيء قسمة ونصيبة، لكنه استمر في إرسال رسائل تهديدات بالقتل لي ولأسرتي، وقد وصل أمر تهجمه علي بمنزلي وتعدى بالضرب علي وعلى أسرتي. المحامي فريد الديب يطعن في حكم إعدام قاتل نيرة أشرف. أودع المحامي المصري محمد الديب مذكرة الطعن أمام محكمة النقدة حول حكم إعدام موكله محمد عادل قاتل نير أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة. وتقدم الديب بحافظة مستندات مودعة باسم المحامي أحمد حمد بأسباب طعنه في الحكم قبل انقضاء 60 يوما، وهي المدة القانونية للطعن في أحكام الجنائية. وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا في حق المتهم محمد عادل الذي أشهز على نير أشرف الطالب جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار مفتي الجمهورية. وقررت المحكمة في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نير أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وأوصت المحكمة في حيثيات حكمها بإذاعة الحكم على الهواء لتحقيق الردع العام المنشود بعد أن انتشرت حوادث القتل في مصر ليكون القاتل عبرة لغيره. وأعلن المحامي الشهير فريد الديب استعداده لكتابة مذكرة الطعن على حكم عدم المتهم وتقديمها من محكمة النقدة دون الإعلان عن تفاصيل أسباب طعنه وفقا لموقع مصراوي. نيرة جديدة في مصر، شاب يقتل طالبة رفضته في المنوفية. مأساة جديدة شهدتها مصر على غرار مأساة نير أشرف وسلمى بهجة، حيث وقعت جريمة قتل مروع لفتاة على يد شاب رفضت الارتباط به في محافظة المنوفية شمال البلاد. وشهدت قرية الطخطنبشة التابعة لمركز بركة السبع بمنوفية مقتل فتاة رميا برصاص على يد شاب، حيث فشلت محاولة إنقاذها قبل نقلها للمستشفى. وطلقت السلطات بلاغا بمقتل أماني عبد الكريم الجزار 19 عاما طالبة بكلية التربية الرياضية على يد شاب يدعى أحمد فتحي عميرة. وأكد مصدر طبي أن مستشفى شبين الكوم استقبل الفتاة جثة هامدة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقدوا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب تصرف صديق نير أشرف الغريب؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.